فنان راحل سيد زيان، وبعزي كل الجمهور العربي بشكل عام اللي استمتع بفن الاستاذ سيد زيان الله يرحمه. يمكن هو عانى فتره طويله في مرضه السنوات اللي فاتت، وكان عنده رغبه دائما انه يحاول انه يشفى شفاء كامل، ولكن طبعا قدر الله ما شاء فعل وما يغلاش على اللي خلقه. وبعزي كل اسرته وان شاء الله في الجنه باذن الله. فنان محمود ياسين بخير. هو بس انا ما اعرفش فيه ليه اشاعات كتير بتطلع الفتره دي، بتكون الحقيقه مزعجه جدا بالنسبه لنا احنا يعني كاسره، ومزعجه كمان لجمهوره. امبارح تلقينا تليفونات كتير، و يعني كان في اشاعه سخيفه جدا عليه امبارح، ومش اول مره يعني، يمكن في عده مرات بيحصل ده. فبقول لهم يعني يهدوا شويه، لان كده ده مش يعني ربنا هيحاسبهم على الكلام ده. شايف سبب الاشاعات دي ناتجه عن ايه؟ ليه؟ أكيد هي إشاعات سخيفة ومزعجة. هي بتبقى صفحات على الإنترنت عايزة لايكات وعايزة شير وكومنت ومش عارف إيه وحاجات زي كده، فبيحاولوا يستغلوا ده من خلال إن هم يقولوا أخبار كاذبة أو فيك، والناس معلها بقى تعرف الحقيقة. أنا لغاية دلوقتي في ناس بتبعت لي ومعلش، حاجة يعني عيب جدا يعني الحقيقة. يعني إيه الرسالة للي بيعمل كده؟ أقول له اتق الله، مش هقول له حاجة غير كده، أقول له اتق الله بس.